ماذا لو قلت لشخص يا ابن الأرندلي؟ هذه الكلمة نسمعها كثيرا، وقد نستخدمها للتقريع والنعت القبيح والسب والشتم. فبدلا من أن نقول يا ابن كذا وكذا، نقول يا ابن الأرندلي. لكن ما المعنى الحقيقي لهذه الكلمة؟ وهل هي كلمة عربية الأصل؟ ومن قالها ومتى وأين قيلت؟ ده اللي احنا هنعرفه في القصة بتاعتنا النهاردة. الأرندلي هو لفظ منقول ومحرف عن اللغة التركية من كلمة القرندلي، وهي كلمة مكونة من مقطعين هما كارا ودلي. وكارا معناها أسود أو مشؤوم، ودلي تعني مجنون أو مجذوب أو صعلوك. وإن كان أصل الكلمة يقصد به في اللغة التركية دلي، هو أحد أفراد فرق الدلة، وهم من الفرق غير النظامية في الدولة العثمانية قديما، وهم من أكراد سوريا في الأصل، وقد عرف عنهم الشجاعة في القتال إلى حد التهور. لكن تغير معنى الكلمة في لغتها الأصلية ليصبح مدلولها بمعنى مجنون أو مجذوب. ففي تركيا وبلاد الشام يقولون يا دلي يا دلي، يعني يجنوني يجنوني. كما أن كلمة القرندلي أو الأرندلي كانت مستخدمة في اللهجة العامية المصرية في القرنين 18 و19 الميلادي بمعنى صعلوك أو مجذوب. ومما يثير الاستغراب أن ظهور هذه الكلمة في التاريخ المصري مرة أخرى في هذه الأيام، حيث تقال لشخص بهدف التقريع والسباب والشتم. فبدلا من أن نشتمه ونقول له يا ابن كذا وكذا، نقول له يا ابن الأرندلي. وبكده يكون عرفنا ماذا لو قلت لشخص يا ابن الأرندلي. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.